ثانيا واخيرا نجد النضال كل هذا في اطار الجامعه العموميه من اجل فتح نقاش داخل هذا الفضاء الجامعي المهم. المسألة ديال اللغة ديال التدريس هي من القضايا ذات الأهمية البالغة، ولكن يجب النظر إليها في إطار تصور عام للنهوض بالمنظومة التربوية اللي خصها الجودة، خصوصا وأن المنظومة التربوية ديالنا اليوم نازلة للحضيض، ليس فقط بسبب اللغة ولكن بسبب واحد العدد المعضلات، منها عدم توحيد التعليم، منها ضعف ديال المناهج، منها غياب طرح سؤال ماذا نعلم، منها سؤال ديال الضعف ديال القيم اللي كننقلوها للشباب، والضعف ديال المعارف، واننا ما كندوزوش لهم يعني تطوير الحس النقدي. واكد كثيرا على الابتدائي تما فين خصنا ندخلوا اللغات. شنو اللغات؟ اللغه الفرنسيه كاين اللي كيقول لك لغات المستعمر وكذا وغادي تدير اطور تابعه، لا بغينا نقراو بالفرنسيه بمستوى عالي رفيع، نقراو لغه موليير وديكارت وفولتير ونقراو الانوار ونقراو الفلسفه بها، ولكن نقراو كذلك الا كان هذا الاختيار المغاربه نقراو الانجليزيه اللي هي اللغه ديال البحث العلمي واللي بها كنشرو، ولكن ما نديروش 20000 لغه، خصنا واحد الاختيار، خصنا واحد الاختيار، وخصنا في الاعدادي والثانوي تعليم سهرو باش يكون ذا جوده عاليه بالمجان، واننا نديروا الطرق المهنانه لواحد النسبه قليله ديال 20%، ولكن نتبعوا ديك 80% نوصلوا للبكالوريا تقرا العلوم بواحد اللغه اللي غادي تتابع بها الدراسه ديالها في الجامعه. هذا هو اللي كاين اليوم. كيقول لك كاين صعوبه المصطلحات، وحنا مع كل اسف الوقت اللي كانت فيه كانوا فيه العرب متقدمين، كانوا متقدمين ايضا في الترجمه، وترجموا العلوم من اليونانيه ومن الرومانيه ونقلوها للعالم المتقدم اليوم، والعرب هما اللي نقلوا الانوار، في حين اليوم الحركة ديال الترجمة تأخرت كثيرا في بلداننا. اليوم لو بغيتي تعرف شي موضوع خصك تدرسوه بالفرنسية وبالإنجليزية وبالألمانية باش تعرف اش كاين، وإلا تبقى تسنى 20 عام إلا ترجموا لك الأبحاث، إذا هذا مشكل. ولهذا أنا أتمنى أنه قبل الحسم في مشكل ديال اللغة يتعاونوا مع الخبراء ويتعاونوا مع هاد الشباب يسمعوا لهم. الشباب في الجامعه كيقول لك انتم تضحكوا علينا، قريتونا العلوم بالعربيه وجينا للجامعه نقراوها بالفرنسيه بقينا مضاربين غير مع اللغه، ما فهمناش هذه العلوم. انفتاح اللغات راه اساسي، سينقذنا خصوصا اننا نعيش في عالم مفتوح، وغدا بغينا هاد المغاربه كمواطنين عالميين يساهموا في حل الاشكالات الكبيره، وان هاد الهجره الادمغه اللي كنعانيو منها يبقاو لينا هنا يخدموا معنا. هذا من اجل ان يساهم بشكل فعال في الساحه اقتصادي. المشكلة فشل المنظومة.